أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. خلال مؤتمر صحفي مشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، شدد العسومي على دعمه للجهود التي تبذلها مصر في إدارتها للأزمة الراهنة في قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بمجابهتها للدعوات التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وما تحمله من تداعيات خطيرة. الشكوى ستكون باسم الشعب العربي تجاه هذه الانتهاكات التي للأسف يعني يراد منها محو القضية الفلسطينية ومحو الشعب الفلسطيني. سأتطرق كذلك لكثير من النقاط التي نؤكد عليها دائما احنا كبرلمان عربي بأننا داعمون وقائمين بدورنا وواجبنا تجاه الأخوة الفلسطينيين. طبعا نهدف من هذا المؤتمر هو حشد الرأي العام الوطني والعربي والإقليمي والعالمي لنصرة الحق ودعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم الفاضحة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال وتوثيق جرائم الحرب والإبادة الجماعية والاستهداف والقتل غير الإنساني وتعمد التخريب والتدمير للبنية التحتية بقطاع غزة والانتقال الآن إلى الضفة الغربية. الشعب العربي كان له كلمة قوية في هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. ثمنا الخطوة التي قام بها البرلمان العربي اليوم بتوجيه شكوى جنائية ضد سلطة الأبرتايد والفصل العنصري والإجرام والإبادة الجماعية الإسرائيلية، وكان أيضا استجابة عاجلة من البرلمان العربي للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمباشرة واستكمال التحقيق الجنائي بشأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتي تشكل أساسا لجريمة الإبادة الجماعية.